انظروا كيف غيرت الكوليرا مجرى الحياة في قريتي. جرثومة الكوليرا خطيرة جدا بحيث لا يمكن رؤيتها، تنتشر في النهر وهي صغيرة وخطيرة. من دون إدراك النساء يحملن معهن الكوليرا عند تعبئتهن المياه إلى المنزل. يحمل الذباب الكوليرا على قدميه، كما أن اليدين المتسختين تحملنها أيضا. نحن نبتلع جرثومة الكوليرا في مياه الشرب، في طعامنا، وعلى أصابعنا. تحصل العدوى بسرعة. في الصباح كان أبي مريضا جدا، كان لديه إسهال يشبه الماء العكر، وأنا كنت خائفا جدا. ذهبت للبحث عن مساعدة. لم أقد الدراجة بهذه السرعة من قبل. من النظرة الأولى علمت الممرضة أن أبي مصاب بالكوليرا، وهو بحاجة إلى مصل بأقصى سرعة. لم يكن المصل معها، لذا كان علينا تحضيره لمساعدته. في البداية جعلنا المياه نظيفة من خلال تصفيتها عبر قطعة من القماش، ثم غليها لمدة دقيقة. ثم أضفنا إلى لتر من المياه المغلية نصف ملعقة صغيرة من الملح وست ملاعق صغيرة من السكر، ليصبح كطعم الدمع قليل الملوحة. كنت خائفا أن أفقد أبي أمام عيني، لكنه بدأ يشعر بتحسن بعد إعطائه المصل. شرحت لي الممرضة أنه ليس كل من أصيب بجرثومة الكوليرا يصبح مريضا مثل والدك، لكن المرض ينتشر بسهولة. الآن أريد أن أخذ مياه نظيفة إلى قريتي وتعليمهم كيف يحمون أنفسهم من الكوليرا. لقد رأيت فتاة تحمل المياه من النهر، قلت لها أنه بالإمكان جعل المياه نظيفة، وذلك بإضافة نقاط من الكلور وانتظار نصف ساعة لتتعقم. كان هناك رجل على وشك أن يأكل ويديه متسختين، فقلت له أنه يجب عليه غسل يديه دائما بالماء والصابون بعد الخروج من المرحاض. لن يكون تناول الطعام آمن إلا بيدين نظيفتين. لقد رأيت أشخاصا ينشرون الكوليرا في النهر، فقلت لهم أنه يجب حفر جورة صحية بعيدة عن النهر حوالي 30 مترا، فهذا مهم جدا للحفاظ على نظافة قريتنا. وجدت أما تحضر الطعام بطريقة غير آمنة، فقلت لها يجب أولا غسل اليدين بالماء والصابون، وبعد ذلك يجب غسل الطعام وتنظيفه ثم طبخه وأكله دائما ساخنا وحمايته من الذباب. لقد نقلت الإرشادات إلى كل من في القرية، وعدت إلى المنزل كي أرى أبي، وكنت سعيدا لرؤيته يتحسن. أصبحت قريتنا نظيفة الآن، أصبحنا نصفي المياه ونغليها لنتأكد أنها آمنة، ودائما نستخدم المرحاض ونغسل أيدينا بعد الخروج منه. الطعام محمي من الذباب، مغسول، معقم ومطبوخ. نحن نغسل أيدينا قبل الطبخ وقبل تناول الطعام، وهكذا أصبحت قريتنا محمية من الكوليرا. اعمل دائما على نشر النصائح، لأنك تستطيع أن تجعل قريتك آمنة ونظيفة.